يا عم بصي ارحم لك حالك معقل باليوم تدبر لي صندال والله لا رقيك على مستوى بالحارة ابشر بعزك يا عم بصي محناش مسلسل عثمان الابدالة يروح الله شوفك على السبيع البيت فلتا والله ما ابو خمسة الدنيا حيرة قمحة القيم ابن الذين غني لا يلفت للفقراء ولا المساكين الحمد لله دلنا عمارة باقي التشطيب انا مش عملش اي حركة لما نقول لي في الصيح سامي شوف اخوك جالس يرقد حق قديم يا مالك يا حمودي الآن نحن وقت صبوح مش وقت المشارعة نبدأ والله ما سيب حقنا الليم قلنا مش قاعد الدبش الدبش محمد عبد الشيطان روح اصطبحنا عند مطيم بو حقين اوه بو حقين الذين هابوا لي سرق الصندال سرق الصندال ما السرق سرق لا مو سرق الصندال هذا حقي ده صندلي وي امنا مو هو بنفسه ليش سرق صندلي ليش ما قليش هذا الصندل حقاك ايوه يا سارق مانا سارق مانا سارق مانا سارق اوه كيف لطموه بس والله ان انا رحمتوه لحاله لطمت انا والله ان انا لا اقل امي خلاني قدك معاك الناس بتقول له بالعين الحمراء في امان الله بيتي Thank you.
انا قلت لك تديني صندال، تسرق لي صندال مش بياس. ابو الصيع انا معي فكره، هذه البياس نشتري بصندال، ايش رايك؟ الخمسمية. تمام ها. انا قاعد عم بصيع اليوم مقام مشهد حزين، الله لا وره بالقصو واحد مسكين. انا مو جبت انا جرانديزال ادافع على اي واحد مفعل له. يا عم بصيع في واحد غني ضرب واحد فقير. اوه ليش ما قليش هذه الف وخمس شلته رصاص، الف وخمس ثاني عبوة ناشفة، الف وخمس وداعا للصندال شلبي احزمة ناشفة. ما دام بغنياء يتعدوا على فقراء يجدون امامهم. والخمسمية ذي لي ايش بتفعل به؟ عشان دين المسكين. وهذه البيس كله علشان المسكين، علشان الفقير. هي صندال ملي، قلنا لك روح ادي صندال. الا بندافع البياس على الفقير. اوه ليش ما قليش؟ هي وينه؟ هذه بيته. الوقت اللي يجيبه الساعة 6:50 دقيقة. يا عم فصيع اسمعنا، والله ما معي عشان الشر حقيق، مو انت الحقيق صدري، والله ما رحت له. أبدمك أنا يا مفصيع، قلت لي شال يا مفصيع هي قزينة، الشيخ هذا حقه معه، هي رحنا عند المسكين. وي ولا عم فصيع هذا غني نعيش من تحت ضده. ايوه كذا تعجبنا، انه وفي ومع الفقراء مهما كان.
وجاره وصل لأحبابه وانطلق للمرح واختار الهدى محرابه ما سار الأخرى على الأولى وانفتح شباب بعيد وقال حدا من شفك ما حدا ناخذ مسار وطالع عمر العيال يا دم أنا أشربك حاجك المشربك بذلك ما أرسمي ونقول أهوار فوقهم بالبأس والنار الرضية رفاه وعشية الحرايب بعين عشق وهوية وما نخشى المنية في زمان الفتن التحقنا الكفن للعزة اليمن من دونها الدور المسير وصل بسمان التقل بالإله اتصل يا ويل الصيون والله لما تفكوش الغني الحارة رقم وسط مالك يا قرن ديزل الشيخ رعن احنا بالحقار شميت سبعة فرد علشان الغني ولا سبعة على واحد يا اخي ده الغني زبط الفقراء هميك شايف نفسه متكبر مستفز بكل قوته ملي الحال مش بالعنف الحال انكم تنصحوه وتكونوا يد واحدة على الغريب الله قوم ونسد بينكم قعوا يد واحدة Thank you.